احنا باقيين ببغداد همينا، وراح نتعرف هالمره على لاعبات كره سله انضموا الى حمله الشرقيه من دوسلها وحصلوا كلهم على دراجات وانطلقوا في قياده جماعيه لتكون رياضه جديده لهم، بدايه جديده لطالبات كره السله. خلونا نتابع وياهم. نعم تصورها؟ اي تصورها البنات هالمره. متواصلين احبتي المشاهدين وياكم في توزيع الدراجات الهوائيه، وهذه المره مع فئه رياضيه وفريق نسوي حاز على بطوله العراق لكره السله، خليكم ويانا. شنو فوائد الدراجات الهوائيه للرياضي بصوره عامه وللانسان؟ والله هي الرياضه شيء مهم للانسان، لكن البايسكل خاصه للرياضي تفيده جدا، تقويه عضلات الرجل، وحتى يعني الانسان من يمارس هذا البايسكل بالشارع راح شلون تحبب بجسمه الحيويه، وهو يعني شيء مفيد للانسان. شنو فائده الدراجات للانسان بصوره عامه؟ وش تقولين لصديقاتك، يعني هل تحفزيهم على استخدام الدراجات الهوائيه؟ اولا فائده الدراجات انها هي صديقه البيئه، والثانية طبعا انا احفز البنات، وهالشيء ممتاز للرياضيين خاصة احنا لانه لياقة بدنية وهاي، بس احنا مجتمعنا مجتمع شرقي يرفض هالشيء، وهاي مو من عاداتنا وتقاليدنا، بس احنا نتمنى يعني يساعدنا نروح نتواصل يعني ويا صديقاتنا به، نعتبره وسيلة نقل حالة حال كأي وسيلة، بس هالمجتمع يرفض هالشيء. كرياضة هي مفيدة للجسم كله، يعني صديقة للبيئة، هي متأثر على صحة الإنسان أو على المجتمع اللي دايرة. حسب ما تعرف يعني الدراجة الهوائية يعني تعطي فد ميكانيكية الجسم، يعني حتى للتوافق العصبي والعضلي، دائما الرياضي دائما دراجة نصحوه، يعني هسه أصبح العلم الحديث هسه حتى بالتمارين لازم دراجة موجودة، دراجة يحملوه ثقل أو يحملوه وزن أو قوة، يعني تكمل جميع الأعضاء، هي الدراجة والسباحة يعني تحرك العضلات الجسم كلها، وحتى كبار السن يعني ما تأثر، ما تسوي فد جهد يعني فد جهد آخر على مثلا على الجسم، بالعكس شغلة ميكانيكية توافق عصبي عضلي، الشغلة الميكانيكية يعني تحرك أعضاء الجسم كلها. باسمي وباسم بنات فريق كرة السلة نشكر قناة الشرقية على هذه المبادرة الرائعة، ولأن لاستخدام الدراجات، الدراجة فشي ضروري للرياضي بالذات، فباسمي وباسمكم نشكرهم، وأتمنى هسه أشوفكم تنطلقون بالدراجات، انطلقوا. شفنا صديقاتنا اللي انضمونا فريق لاعبات كرة السلة. نعم لاعبات كرة السلة اللي انضموا إلى دوسلها، وشفنا رأيهم عن استخدام البايسكل، واللي كانوا كلش متشجعات طبعا. أكيد احنا نشجعهم، أي بنات وشباب كليتهم اللي يحبون البايسكلات نشجعهم على ركوب البايسكلات، وجميل أن نشوف بلدنا يعني أعمار شباب وبنات بنفس الوقت أنه يستخدمون البايسكل أو يستخدمون أي رياضة أخرى، يعني حتكون هي بكل الحالات أنه جيدة لهم. يا ريت احمد يجي يوم من الايام هيك نطلع بالشارع ونشوف شلون البنات والشباب. نعم. كلهم طالعين، يعني اللي يطلعون سفرات والناس اللي يروحون بدون ما احد يستغرب، بدون ما احد يستغرب من عندهم انهم قاعدين يستخدمون بايسكلات او سفر طريقه غريبه. لا مو مساله انه يستغربون من عندهم، بس مساله انه همينا يعني يا ريت الناس همينا ما يضايقونهم، ما ياذونهم يعني من يشوفونهم قاعد يستخدمون، لانه بالنهايه هذا الشيء مو غير اخلاقي ابدا. يعني بس بالبدايه، بس بالبدايه شوي راح يكون يعني الموضوع غريب، مثل اي شيء ممكن يكون هو كبدايه ممكن يعني يصير غريب، لكن بمرور الوقت راح يكون اعتيادي. بس اكو احد البنات اللي راسلونا على الفيسبوك. نعم. قالوا لي يعني شلون ممكن، قالت انا دائما اتابع البرنامج، اهلي يتابعوه، بس بعدهم اهلها ما مقتنعين انه هي تركب بايسكل، فانت شو تقولين ممكن لاهلها؟ شلون ممكن هي تقنع اهلها؟ شو تقولين لهم انت، او شو تقولين للبنيه هي نفسها؟ يعني اوكي انا ما اعرف بالضبط شنو سبب مثلا رفض اهلها، هل هو سبب انه يمكن هم خايفين عليها ولا ما يريدون انه احد يضايقها؟ ممكن بالبدايه اذا مثلا ما تريد احد يضايقها ممكن انه هي تطلع ويا احد اخوانها او احد مثلا من العمره مقرب من عمرها. بالضبط تكون ويا احد حتتشجع وياه. اما اذا في لسبب امني مثلا او لانهم خايفين انه مثلا لا سمح الله بالشارع تدعم سياره لو
اي شيء من يعني مقارب لهذا الشيء، فنفضل انه هي بالبدايه تستخدمها داخل المنطقه. واكيد يعني الناس اللي بالمنطقه اكيد ما راح يضايقونها، لانه الحمد لله احنا بالعراق عندنا نتحلى باخلاق عاليه والناس يحترمون بعض. اكيد بس تعرفين اكو شغله انه وجود احد ويا هاي البنيه يستخدم البايسيكل هو هاي فقره هو كلش مهمه. يعني انا عندي عندي ايضا راسلتني احد الشابات على الفيسبوك، قالت انا قبل كم يوم رحت انا وولد خالتي وبنات خالتي كلنا رحنا للجادريه وضلينا نستخدم البايسيكل، وكلهم الناس ضلوا يجون يسلمون علينا ويسالونا انتم ويا جماعه دوس لها من جماعه دوس لها. اكيد احنا نحييهم وان شاء الله كلهم يبقون داسينها. خلينا نذكر هسه بالسؤال اللي هو نسيت السؤال، هو ايش قد عدد السؤال طلع اسفل الشاشه، اي كم دراجه تصنع في العام حول عالميا حول العالم حول العالم. انا اتوقع 100 مليون وانت توقعتي ايش قد؟ 50 مليون؟ انا توقعت 200 الا نص همينه ربع مليار. اي انا توقعت 100 مليون 100 مليون كافي احمد احنا منتظرين اجوبتكم حتى بعدين نرقمها وبعدها لا تتاثرون لا تتاثرون كلش باحمد، خلونا اريدكم تخسرون ترى انا ما عليه. خلونا هاليوم او هسه خلونا نروح للنجف ونتعرف على عامل كهرباء انضم الى حمله الشرقيه، حمله توصلها وغير حياته ويانا. نروح نشوف صديقنا بالنجف ونرجع مره ثانيه لاحمد واجوبته و100 مليون. المواطن اياد رحيم حياوي، حصلت على مكرمه الشرقيه من البايسيكل، ها وهو وسيله هي مساعده بين النقل بين مسافات. انا مرات اروح يعني المكان عالي يعني مثل عواشه مثل حي الحسين اروح اشتغل هناك، هو وسيله لي تتنقل بجور سيارات. هسه صار لي وسيله يعني لا ازدحام لا في شيء يقني، اللي متى ما اريد اروح انا اروح، اللي متى ما واحد يخابرني على شغل عندي اروح عندي. هسه صار عنده وسيله نقل اسرع اسرع من قبل السياره، قبل السياره ازدحامات ويعني يعني تاخير بفد نص ساعه ربع ساعه اكثر من نص ساعه اكثر من ساعه بالازدحام يلا اوصل للمكان اللي اريده. هسه لا يعني ما يعيقنا هذا الشيء، وانا يعني انصح الشباب بهاي الوسيله يعني يقللون من السيارات للبايسكلات، يعني شوي وسيله نقل اسرع تصير لا ازدحام لا في شيء. وانا شغلي كهربائي يعني وسيله نقلي بهذا البايسكل راح هواي فرق لي امور، واشكر كادر الشرقيه على هذه المكرمه. اذا نرجع نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، فما هو عدد الدراجات الهوائيه التي تصنع حول العالم سنويا؟ وهسه راح نروح اقرا لكم بعض المشاركات اللي وصلتني على الفيسبوك. احمد لا تجاوب، لا غش احمد لا تجاوب. وبعد تدرين شنو الموضوع؟ انه احنا طرحنا السؤال بس بالاخير حتى لو هم يعني ساعدناهم شويه راح يجاوبون الاجوبه بس مو اكيد يفوزون، لان اكو قرعه يعني كل من حظه. اي ما يخالف احمد، بس ما يصير يعني الشخص اللي تعب وبحث وهاي ما يصير همينه يعني مثل الشخص اللي ما تعب وبحث تالي وراح يعتمدون على اجاباتك وتبقى على القرعه بعدين. وهسه من عندنا مشاركات هوايه على الفيسبوك وصلتنا، واحده من لؤي النقيب، رائد المشهداني وهلال عبد. اوكي رائد المشهداني يقول السلام عليكم، انا اريد همينه من عندكم بايسكل. من اللي تنشرها؟ قال 100 مليون؟ ها؟ قال 100 مليون؟ لو ما قال. واريد انشرها على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، انا همينه اريد تطلع عندي. شتريد. اي شيء تنشرونه؟ ليش بعدها؟ اوكي. وصلت مو الصورة مالته ولا لا؟ منو؟ الفيديو وين اللي راوتيني اياه؟ اكو فيديو كلش حلو واصلني بس ما اعرف اذا رح يظهر عندكم واضح لو لا. الفيديو واصلنا من صديقنا احمد السليم. طبعا الفيديو هو مو له، اعتقد الشخص اي هو طبعا شخص كبير بالعمر بس البايسكل بقد هذا البايسكل مالتنا. لا لا تغشش، لا تغشش احمد بقد هذا البايسكل ويستخدمه ما اعرف. شوف شوف شلون يستخدمه. لحظة لحظة خلي اعيد الفيديو. اوكي شوف الفيديو كلش شغل لي شغل الفيديو دقيقة. ها وين طيرتي؟ هو هو لا لا هاي انت في هاي انت مو هو. هاي خلينا نشاهد هذا المشهد الجميل. هاي هو ما يطلع واضح بس لانه هو دز ورا بداية البرنامج
واضح الفيديو. أي. زين دزه ورا بدايه البرنامج ف احمد شو رايك تسوق مثله؟ ليش مو انت؟ لا انا ما اقدر انا ما اقدر الا بايسكل يكون كبير. هسه خلينا نرجع على مسابقه المهارات. أوكي. مسابقه المهارات جوابنا 100 مليون الجواب طلع 100 مليون. مثل ما انا توقعت. ما يقدر احمد الا يقعد يغششكم. الا انا اريد اساعدهم لانه بالاخير القرعه هي اللي راح تحكم. وصلتنا العديد بس من الاجوبه. يبقى اول الصحيحة. شخص جاوبنا اجابه صحيحه كان واثق. واثق شكرا. اي بس اول من شخص هو جاوبنا لا لانه هو على القرعه يعني احتمال ما يطلع اسم أكيد. اسم واثق. خلينا نشاهد القرعه هنا. هسه راح تطلع اسفل الشاشه الارقام اللي هي ويبدا العد التنازلي وهاي تبدل رقم الفائز بحلقة اليوم في مسابقة المهارات هو الرقم 116. طبعا هو ما يعرف جوابه رقم 116 يمكن عبال جوابه هو ثالث واحد او رقم 100. احنا خلينا وصلنا الاسم الان من الكنترول راح نعرف الاسم اللي راح يحصل على دراجة من خلال مسابقة المعلومات. يا رب بنية يا رب بنية يا رب بنية عادي مو مشكلة بنية بنية دينا العزاوي هي الفائزة في مسابقة المعلومات لهذا اليوم وجاوبت الإجابة صحيحة اللي هي 100 مليون دراجة تصنع حول العالم في السنة الواحدة. مبروك فإذا ألف مبروك لدينا العزاوي على فوزها بايسكل وخلص صار عندي بتعمها من أسوق بايسكل ويانا. أكيد مبروك لدينا. فمبروك لدينا العزاوي ان شاء الله نريد صورتك وانت قاعده تستخدمين البايسكل. نريد صورتك دينا ورا ما تحصلين على البايسكل تشاركين بها ويانا ويا ريت ما نريد اي اصابات. ان شاء الله ان شاء الله ماكو اصابات. ان شاء الله. وصلنا الى ختام حلقتنا. زرنا اصدقاء لنا في بغداد بالنجف بالديوانيه ايضا الفنان حسين طبعا طبعا والشكر كل الشكر الى فنان القدير حسين نعمه همين على مشاركته ويانا ونشكر احمد اصدقاء كل اللي شاركونا بفيلم من مجهودهم وتعبهم وكان يوسف بركات ومجموعه من الشباب نشكرهم اكيد طبعا نشكر يوسف بركات واصدقائه واشكرك همين على مود على مود غششتهم لا ما اشكرك ساعدتهم خلينا نقول ساعدناهم مساعده طبعا طبعا فهاي وصلنا الى نهايه حلقتنا أنا زميلي أحمد الخفاجي نقولكم تصبحون على خير وشكرا على متابعتكم على أمل اللقاء بينا إن شاء الله يوم الخميس القادم الساعة 7:15 بتوقيت بغداد في أمان الله مع السلامة.